السلام عليكم. لديك مطيع أوباء ولي الأمر تلميذ مدرسة جماعية ابن خلدون. يا وجد سلام، مدنا دونها الدراري المدرسة الجماعية. المدرسة الجماعية تفركي زعما، إلا قلت سميتو المرافق زعما تقول تفركي، ولكن المشكل اللي نفركني هي كاس ترونسبور. ترونسبور سكن فرضنا فيها المدن فيها المبلغ يقال 50 درهم الشهر. الأغلبية الساكنة ولا تزدري إلا ما يطلع 50 درهم، هذيك راه الدراري إلا ما تطلع منها الروض. وكان غير وكان مد المشكله غير بالنسبه للحلول لحد الان. ولا اللي ما جي يسول لا الشركاء لا الجمعيه اللي تكلف صغيان، باش هكا انا ما يهزبنا ما يتخلص ما دازور يتخلص. ولكن انا قال خير ما وريني ما قلت لك كان تصريح ولا كان الافاده بنادم. حتى جمعيه الاباء واولياء التلاميذ وصلت تسكير تسكر، ولكن ورسالة قانونيه. وكان المشكلة انا دوبا نمدو وري لي التواصل، يعني التواصل وري لي قر الساكنة الناس. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن تنيافي دوت نود في وجن. نرى نسول في القضية النقل المدرسي اللي لنا المدرسة الجامعاتية غيلات. تسم المدرسة الجامعاتية تشكد على تحت فكي العدد المسائل اللي سنك نزعما اللي عندنا هو الأقصى المشتركة غالي أرنسيقل التطوير النمي القضية المدرسة ما سنت مازيرتنا ساعة نكني ساعة تسكل غيلات بعض المسائل يضنين غير كلي نسنا انه تمازيرت كان الاغلبيه صغاري في الله درسنا المشاكل نسن درس كريكات درس القوت الغالي تلقى مايس الغلاء المعيشه اللي لان غلا ديال عدد المسائل اللي لانين تشكي عندك كاين المدرسه الجامعيه تقاح المشكله وكور نختار اللي كانت تمنى تستعدل غير هذا النقل المدرسي يعني وشكا يعني ان تخلص يعني الثمن اللي موري صدر من هذا اللي كانت تعرف كيح الابيان الدري اللي يقرا ما صنعنا حوالي الامر نويسين باش تخلص غير هذا 100 درهم من شهر ديري المشاكل يا ضين باش تشكي تلقم هي المشاكل والغلاء المعيشه تقصحها شي شويه. لكني نتمنى انه لو انه المدرسه الجامعيه تشكي تحت فك المسائل وهو حتى النقل المدرسي اي مجاني، ولكن كنا دحيس كل مشكل فيا وراس نصدار. انا كنا نتمنى احنا المسؤولين ولا اللي تكلفنا سنق المدرسي اقيس كلمه مجانيه هي اللي تصريح نسكر عن لقاء مع سياده الرئيس يعني يفح الوعد بانه يري لي ين المباشر حدارس باش ادحي كيف يعني ين التوضيح الاتفاقيه اللي لنا نجرس يعني قال الجماعات الاطراف اللي كاين معنيه اتنا كورتين هي نسيان منهم المدرسه الجامعاتيه مندوبيات التربيه، ولكن الى حدود الساعه ورسا نظري والو ان بانه ريلي ان يعني اللقاء اما غنركز ناقشنا النقل المدرسي وسيدي نحت لي كران تيفوز ساعتات باش اهي الناس اللي كان الجديد ولا والو ها تقريبا غير هذه 15 وما يزيدين في الشهر 10 وسيدي نحت لي والو لكن غير ساعتات وسنسن مرة نسكري الزن نخلص عندها دور نخلص، ولكن كنا نتمنى تيلي المجانيه. والسلام عليكم. عمر وباع اللي قال نسك دريت هو انه نسخت اتفاقيه اسكيت الى المجانيه عند الاداء رايت سو غايوم دا دوين دا الجمعيه المكلفه والسن بين الاتفاقيه الرئيس انها ترى وانت نشرح عند وانت نصيفط عامه غادي باش تصدرين. المشكله اللي داحينا هو انه خصها دليل يعني يوم دراسي باش دير نحت شاور الكنيسه هذا وين الدراري تنورا وين شكون كي غير الميتر غير كل داروا الدراري يقرا 50 متر هي المدرسه إدا غير المدرسة الجماعاتية هي ماشي مشكل مزيانة الأقسام التشاركية اللي وصل لينا حتى المطعم اللي قلت لنا غير استحسنه الكل، ولكن المشكل غير أنا قلت كالأسر مع غير العوامل اللي لنا غير عوامل الجفاف كورونا الأسر المعودة اللي لنا غير كنت ما زرت سنتين اللي المشكل هو أنه خصني لي يوم دراسي راح بدا شاورني يساداوين الدراري كدو كلو زغان اسم صدار الثمن شو كاميتر غير كيقدر لنا 3 4 ريت تشكات 200 درهم شهريا تقصحها شويه خصنا كنا نزرع غير الاطراف اللي كاني الداعمه ما الا الاتفاقيه شكون كي على ما جا على مستوى هنيك اتفاقيه الا قلت بانه الجامعه الشركاء كان المجلس الاقليمي توفر النقل للتلاميذ يقول لي النقل توفر درجات هوائيه وكان لحد الان جولي زعما غادي اما بالنسبه للتنين بانه تهديد التلاميذ تنفن يعني ماشي قانوني باش تفلت يعني غدي تقول من الفلوس ترى ولا تدهم ولا كنا وغانا ريت سبب هذا المدرسي تقول يمكن غير لك اشكون ما يخصنا يلي خصنا يلي الحوار الدري وذاك الحق تفلت غير المشكله تغير غاين الاباء من غير الاوليه
اتغرتي الاباء الاولويات اللي تتناول دي باش تفكوا من المشكل. الحلول هو انه خص تيلي مجانيه النقل. اشكو يعني المشكل غير راني خص تيلي مجانيه النقل كمثال غير الجمعيه المكلفه بالنقل والداعمين كجامعه مجلس الاقليمي خصها تسجن الشورى كانت من عند اي وين يسكرنا مدرسه جامعاتيه غنتني هذه خصها تحمل المشكله غن شكون حتى بالنسبه للمسافه اللي ما بينك وبين المدرسه المدرسه الجامعاتيه السكان كل شيء لا يتعدى 3 كيلومتر تقريبا. يعني كان المشكل غير ماشي وانا الدري لا غير يعني تقريبا ولا غير الا ما دار لنا 4 200 درهم ما تيتقش شويه لما تيتفقنا على الكوليج تفنا ما يا لما تيتفقنا على الكوليج دايم كيتفنا على الراوند كان غواد غير قال لحد لو كان كنا لحد لحد الان وتجوي اللي كان في ذاك الحال اللي قالت مجانيه مجانيه نقاش شكون كني ابتدائي مي كله قلت روح نصغرتني كله غير نداري غير الكوليج كلشي نميرات تنسق راه غاين غير كان غير المدرسه الجماعاتيه الابتدائي ريت كان مجاني ويمكن تنكرت بين عشيه وضحى تفرط في غاني كنت هاد اللي ولا كدير لي غير الحسبان كنت تسمى ليك